إشارة توجيهات محافظ نينوى الأستاذ عبد القادر الدخيل باختصار المدد الزمنية لغرض افتتاح جسر تموز والشارع الرئيسي لمنطقة تموز. تقوم كوادر الشركة المنفذة بإجراء الأعمال النهائية لغرض تهيئة وتبليط الشارع، حيث تقوم الآن بأعمال صب المسارات وأعمال قشط الشوارع الرئيسية لغرض التبليط خلال اليومين القادمين، وإن شاء الله وفق المدة المحددة من قبل السيد محافظ نينوى سوف يتم افتتاح الشارع وهي 7 أيام. مديرية مجاري نينوى بدورها تقوم بالإشراف ومتابعة كل الأعمال المنجزة لغرض تثبيت الملاحظات والإسراع بالأعمال، وكذلك متابعة أعمال السلامة لغرض إنجاز الشارع بأكمل وجه إن شاء الله.